بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، ما بعد. عشر كان وابكي بقول أفرطني اللباد كمذا من شرح صحيح مسلم رحمه الله تعالى. باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر. وحبابي هاي إن لصنيه ظهرك إن لهرمريه، وفي أول الوقت وقت ظهر حلق أهر ريالة كذو في غير شدة الحر قليل دران مركو سنشرين. حالي بين الصوم الرأي إن نبي لغن في سيو سنديس أي أهيد إن صلاة ظهر وقبوتي يدبوديكو هدو كويل كدرين يهي هي بحثي مسائل كتير. حالي بين الصوم الرأي حديث مركة تصيصة نبي عليه الصلاة والسلام إن ظهر كمركة لقاعدو إسلام مركة بوتو كنشري او سنديبو ديغي جيرين او اول الوقت او كتو كان جيري ايو امام كربا نووي انو اسوافجيو احاديثي حالي انو صومر ري يو قوة المامية ظهر كهران تي سنبي انو كان جيري يو قوة حالي المامية نبي انو ديبو ديغي جيري هادو كويل جيرو مركازو حكو جمعيي ان لسنة ايو ظهر ك ان اول الوقت اللي قدتو كدو هادان كوليل دران جيرين سداسو اسوو كان احاديثتا. حدثنا محمد المثنى ومحمد بشار بندار كلاهما عن يحيى القطان يحيى بن سعيد القطان وابن مهد عبد الرحمن بن مهد قال ابن المثنى وحوي لأصو حدثني يحيى بن سعيد عن شعبة لبدا وداد اسكو قبطي لبدي الشيخها ايو كالدوية يا مسلمو وحوكو لي ابن المثنى ومحمد المثنى ابو موسى البصري وحوي لمركو ورني حديث كيسة حدثني يحيى بن سعيد القطان عن شعبة قال حدثنا سماق بن حرب عن جاب المصمرة وقال ابن المثنى أصبو حويلي مر لباد وكعلي وشيخ لباد وشيكتين. وحدثنا عبد الرحمن المهدي يعني لبادي قربة لبادي الشيخ وكلا قاضي وهدو كورنها يا شعبنا. ومن طريق يحيى سعيد القطان حدثنا يحيى سعيد القطان عن شعبه مرك اللبان. وحدثنا عبد الرحمن المهدي عن شعبه ماشى ونك اللين بشار لبض حاله وعن كوري وعن كوري انت ام امام كل الدوية كلاهما عن القطان وابن مهدي مركب بشار ابن بشار محمد بشار بندار السوق ابو بكر سيدا سكوريا او يحمس سعيد القطان ابن مهدي بعن بكوري. طيب وذاتك المثنى لبض قرب وحولي هاي حدثني يحيى بن سعيد القطان عن شعبة وحدثني عبد الرحمن المهدي عن شعبة سيدا سوق ورنية انت امام كل الدوي رحمة الله تعالى عليه. يا حدثني ايوه لبض هذا سؤال ما شيء هذا سؤال بارو شيء وحدثني وحدثنا لبض وحدثنا باكو دقا ساس مر مريها دم بصام بعيد دكان تورنا حدثني بعيد دكان تدمر وحدثنا بعيد دكان واسكم مد. عن سماق بن حرب عن جابر بن سمرة قال وحول جابر كان النبي نبي وحاه صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر ظهر ككيت كذا إذا قرت يدح ضط أي وعط الشمس وقرحت أي كوعط برتمها وحق قلب ذي أهدو مركو الظهر قلوي مركو الظهر قلوي سدان مركا هو أه النبي ومركا يقرحه ويعتبه ودنك قلب ذا ودقا غضبا إسلام مركا النبي يقول تكنشري عليه الصلاة والسلام وحلو حم باريا ولله ومركا وسنشرين كل الدران. حديث كأنس إن قصوا من رسول النساء بنا عضينا إياه كان صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل. حديث سنن النساء إن قصوا من ري من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه باكو عدي تفصيلك وحديث حالي يكون عاوب سكينية إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل. هدي كويل درن أوشرو نبي صلاة وقبو تنشري هدو قبو تشري قرح أي صندرين هريب كتو كنشري. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا
أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي عن أبي إسحاق السبيعي واسمه عمرو بن عبد الله السبيعي عن سعيد بن وهب الهمداني من كبار التابعين عن خباب بن الأرط التميمي أبو عبد الله المدني أبو عبد الله الكوفي عفوا حليف بني زهرة واتقرنا إسان خباب بن الأرط ومن السابقين الأولين في الإسلام تذكر إسلام كقاطي إياد لور دبي الدين كان لغور دبي إلا الرفاضية أصبر أها ومن المهاجرين الأول بكتر سنة ومن أهل بدر ويان وحونا قيريوذي صدن يتضبط هجرة كوفو قد انت أصوغ دقالك سيفين كسو اللابتي أيو كوفو قيريوذي سيدنا عالم نبي طالبان كتك صلاة الجنازة إن هذا قيام بضان ولا تعالي هيبو أها ومن السابقين الأولين ومن صبروا في الإسلام وفي الدين أيوها صدني لبا حديث بها لقيت بها النبي كورية سوى قديم الإسلام وقديم الهجرة ومن الأوائل هذا الرواية سوية ريد سيد أبو بكر وكلي صدني لبا حديث من النبي كورية عليه الصلاة والسلام وحيث كوافقين بخاري مسلم سد حديثنا يسو صاران بخاري وحلقوني هل لبا حديث مسلم نهل حديث بقوني لي هاي أسوغة الضباء الثانية ستحجرون الجريودي ووايي له طيب عن الخباب بن أرط قال وحوري خباب رضي الله تعالى عنه وأرضاه شكونا إلى رسول الله رسولك لو حانو أشيغني الصلاة صلاة بأنه كعبني في الرمضاء عقبيدة لتكني فلم يشكنا نبي عبشد النقميل فلم يشكنا شكودي عبشد النقميل نبي الله وحانه عقب يدي يقول رحدي بان كقبنا ما اللي استعمال هو ولا قبنا يوحوا ولا عقب اللين يا مرك النبي جهوش إن جمر دقي سنين شكونا إلى رسول الله رسولك لو حان وش أجني الصلاة أي مشقة الصلاة صلاة دبك إليه هاي في الرمضاء اللي تكان يحلق عقب يدو أي شرط قرح هذا كل شيء فلم يشكنا من أشكر الرباعي دعوذ النبي والنجماء أقبل النجماء يلوي أبي إسحاق السبيعي وإني ما مثقة إلا أن حقوق تغيرنا والغشة أما اختلاط بإسكاد تدليسنا والغشة مركة قد صرح بالتحديث في روايتي في رواية شعبة عنه عند أحمد في مسنده أحمد باوري حديثك من طريق شعبة هذا ما يشأ مسلم كورنا من طريق أبي الأحوس سلام سليم الحنفي عن أبي إسحاق شعبة طريق سكورية رواية مركة شعبنا وحي عديسي في مسد أحمد بالتحديث وحولي حدثني سعيد بن وهب الهمدان وأنا قصو مرة مركة شعبة ما يليش شيوخ دي سحوه وتدليس كاللقوتهم إنه كده يستعاني وحي لها المالة وحدثنا أحمد بن يونس يعني أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي وعون بن سلام الهاشمي قال عون حولي أسوى أخبرنا وقال ابن يونس وحويج واللفظ له ابن يونس باللفظ اسكال احمد حدثنا زهير حدثنا زهير بمعنى لبدن شيخ من احمد بن يونس مدنا عون ايوك الربعين وكلد واللفظ ان اخبرنا بلو وقراء على الشيخ من حدثنا وياه والسماع من لفظ الشيخ السماع من لفظ الشيخ حدثنا زهير يعني ابن معاويه ابو خيثمه الجعفي والقرنيسان قال الزهير وحوري حدثنا ابو اسحاق مرك وحور ربا إمامكم إنه كون شيخ الزهير ابن معاوية أبو خيثمة الكوفي إنه متابعين أيه وذات كوريئة أبو الأحوى السلام بن سليم الحنفي لبدأ إمام بمكة طريقه يكور يا مسلم حديثك طيب وأنا من مفاريده على وحوي على من زوايد على البخاري إلا وقتك البخاري وش نرجب شيخينا وإنه كجواب دوننا إن شاء الله لبدأ وذات أبو الأحوص يزهير وحام متابعيين رجع وويناء أبو إسحاق رجل اللي قدم بي سفيان الثوري يا شعبة سفيان الثوري يا شعبة متابعيين يلحك له طبعا يعني هذا محمد مسلم حمكوري لبطري أبو الأحوص إيو زهير ابن معاوية كدر مركز سفيان يا شعبة أنا كلهم عن أبي إسحاق وحاكلوا كمذا الشنائية ويلكوا وجوها ومن أثبت الناس في جد إلا إذا إسرائيل ابن يونس ابن إسحاق السبيعي شنطة صهرت الرقوة وين مال مري
أفر كلا أما شن كلا نوي راعي دونا وين شيء دونا إن شاء الله. حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب بن أردت أبو عبد الله الكوفي رضي الله تعالى عنه قال أتينا رسول الله رسول كلاه بأن أطقنا صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه النبي وحان أقع عبنان أشيقني حر الرمضاء عقا قبيادة كوليل كذا رمضاء هو بعاد كي يعرض ينيس ككوليل يغرح يقول عليه اللي قبته ما كتكو يستكادو عقا عدانا ما كبه في عنان قبين فلم يشكنا النبي شكوى دي النقمات دقيسا أي فلم يزل شكوانا عبشدا يد موسى قبن نبو قال الزهير حوري زهير معاوية أبو خيثمة قلت لأبي إسحاق السبيع وحان كوري أفي الظهر ما الظهر كا هري لو تكون هي كعبنا أي شكوى المحيا هيدو شكواهم أفي مشقة صلاة الظهر صلاة الظهر مشقة يدي كوليل كيدي عليس كان مركه هران لقد تكدو مي كعبنا قال أبي إسحاق السبيع حوري نعم إلا هو تابعي قاعد كورنا يي أما الشيخ حديث كورني قلت محارب رأى في تعجيلها صلاة الظهر ثم الظهر بها هذا روحي كعبنا يا ما إن لددتشي أو دربو ما كيساو قشب اللي تكذيبا قال وحور النعم تاسي كعبنا يا لابا مركا مسألة كجرت حديث كأنه تلمان مسألة كوا مسألة حديثية حديث كان وحوش ابن رجب الحنبلي في فتح الباري وحوش بخاري انه صو صارين مكو حديث دروغ زكاة الله يبر بخاري ما صو صارين وحنا ام لين بر موسى جزمين وحنا ام لين انه وقت تجي الاختلاف على ابي اسحاق السبيعي ابو اسحاق السبيعي قال اسكو خلافي او هذا مر اول يا قاب كذا دركتانو ابو اسحاق السبيعي عن ها سعيد بن وهب بن الهمداني اسكو قوي ساير وتابعي كبيره عن خباب عن خباب وحاكر اللوغور يا وجه لباد وأه عن أبي إسحاق السبيعي عن حارث عن حارث بن مطرب العبدي عن خباب عن خباب حارث بن مطرب العبدي عن خباب عن رسول الله مركب أبو إسحاق مرة وحلقة دقي الشيخ سعيد بن وهب بن الهمداني مرة وحلقة دقي حارث ابن مطرب العبدي عن خباب إذن اختلاف كاس درتي إنه وقت تقريبا أم علينا يا بره مركا ما أهم مسألة مسلمة حال البخاري أحاديث وحصوص صار لا يسكو خلاف في سنة كذا ما دام الرجحين هي طريقة وأسوق الدورتي اختلافك حواه مقيمي اختلافك مركو علا نقوني ومركا أي رقو إسليقيهين إسود لقمان حديث هو مضطرب لأورني مر هذي دن أورجحني يا حديثك ودن لوب بدني هاي أما دن وحوك بدني هاي ورك كلا حلقة مصو قاد ولذلك خلاف خلاف كأسقى يوم مسلم جل يصدق ودين محاي لي أبو الأحوص زهير سفيان الثوري شعبة يان كلهم قدر ري إسرائيل وده ده كلا أنتريو وحاكلوا قدر ستان إنك الله يدا يونس ابن أبي إسحاق السبيعي وولو دليئة أبو إسحاق دليئة إما سوي لح زياد بن خيثمة وحاكل قدرته مفضل ابن صدقة سديد داودات بن هذا حسوسته لبكرنا ويجران وطبراني لو تيري مركان عيلك ابن أبي حاتم فيرني يا خلاف رقا يقا سديد دام الطبنكا وكيع بوحك لك حديثك من حديث أبي إسحاق عن حارثة مطرب العبد عن خباب رواية سنوحن قصة طريقة في سنن بن ماجة في سنن بن ماجة بأن قصة من كتاب الصلاة كفري دب وكفري سل حديث كان مصمر كحوار كطريقة ينوصا معتبرة هنا أو خلدمي ما خلدمي وإلهي أو خلدمي وكيع على إمامته وجلالته سيدا أسوء مسلم مري وحاكون رعصنا أبو حاتم الرازي أبو زرعة الرازي أبو زرعة الرازي ابن أبي حاتم بويدي حديث كان لسكو خلافي أبو إسحاق عن سعيد ابن وهب
أما لقد قال عن حارم مطرب كلاهما عن خباب كيس حنبان إليبور وحوري أخطأ وقيع في روايته والصحيح ما رواه الثوري وشعبته عن أبي إسحاق هي عن سعيد بن وهب الهمداني عن خباب بن أرد كفري علم حاتم رقم كلاب بغل كنتني شن رقم كلاب بغل كنتني شن أبيه بويديي لبق بقول حديث كذب هذانا سؤالش سوء علي أبو زرع وركي يسيبوا الربائين بل إلا من الراعين كلي أبو حاتم الرازي بويديي أبو حارب كور حديث كأوري وكيع إيقاب كأوري وكيعنا والأكتي أنتو هوشيس رقانا أو خلافي كير رجحا لم يصنع وكيع شيئا بور في هذا الحديث لم يصنع وكيع شيئا في هذا الحديث إنما الصحيح حديث الثوري وشعبة وحكسي در الرواية كل من عيون أولي هاي وطريق لبادو لكن أبو إسحاق مرينين إسحاق شغل كل هاي ومالك لك عيسو أصنعي ولي أخطأ ابن عيينة في الحديث لكن خط ميل أغي من مقرن هاي لكن وحان أوشي وحبك مجران محديث ما بيقان نامبول ابن عيينة ميل لكن وحق طب يقول له حرمي وروادي أرضك قاتي ورك الضمبان وحد كآخر كهليسان علم نبي حاتم رقم كصدح بقول صدوات نيشان إذن مسلم إيوه الرازيان الرازيان نول بإسكيب بخاري أقول لك ما خاصة ننك يركى أبو زرعة الرازي أبو زرعة الرازي مركب مسلم إي الرازيين محي قبان رواية صيغ سدا وحي خلاف انه يهي خطا مركه وركه ورنا ابن رجب ولعل البخاري يقول اختلاف اختلاف واختلاف جرى عندنا المعتد ما واختلاف غير معتبره رجاس نو ورغو مسلم كتاب كيس مركه الف او بندق قيبه كان ابو زرعي ورغو بندق وي اي كل وا صحيح ميل ير ير يده مركه رجاس متابعه كينيس ما حد هبل هبل او تقت رغو كتغي كو قبسدين كتاب قال لك وي فرمي كو دوغين ورو سعيد هذه تاسوا مسألة ابن رجب شيخ إن لقوا أفبان ديدنا ابن رجب وركا وحكوا شيخ في البارقة كفيرية مجلد كأفراد بكوا شيخ وركا وركا هو خطأ ورشرا ماها ما له ابن رجب وحبك مجرار بخارينا هدي الله إذا مصر صار حديثا سنة لسكو خلافه وحبك مجرار لا يقول محدث ولا ابن رجب ومن كبار المحدثين مورني لكن حاون سابق أوقاتي حديث كان عانك أيو دون دوني ابن رجب وركا ورا ناهين بأم قواي لكن وركا سي ور صح ما انت سوى مسألة حديثك كسابسن اما مسألة كسابسن فقهك شكوى ان بالسكو خلافه دعوه ان يعبشدا خباب يا صحابه النبي او عبان ايان غورمي اهيد بالسكو ماندف غورمي اهي ابو عبد الله ابو الحسن عفوا علي بن عبد الله المدني ابو الحسن المديني شيخ البخاري امام كدغرنيسن اي جماعه معه حي قبانوا اليه شكودان وحاوي حلق النبي ما كجوغي اي صحابه لا دبيي اي غالدو شعبه عذاب هين اي غراعيه غراعي دبك نلوغيس اي عذابكي يا النبي او شيخ النبي الله انتي نقادان بي او حلي ظهور او قرخ كولتاي كل شيء بعد كي يضحى مكة بينتين الدكتا أنا وذكر نجس يوم بنود الحياة يعني إله النوبري إنه أيقنا الرجال نجنا بالبادية حديثك هو حديث أبو علي بن عبد الله المديني نبي ورجل ولكنكم قوم تستعجلون ذلك إذا كهر الدين كالور دي بتشري والور رفادين تشري من شرب الأوكا لشيح تشري إذا كنا أنت هذا الذي هلا المعيي أما حول إذا قرعي أما قرحة إذا دكتور اللي بقنا بيبقى العوالة يسار أتكجزت إلا هو إذن قرقاري إلا بان قرارتي الله قبل الله بمك إلى صنعاء إسلام قرقاري من حضرموت إلى عدن إلى مدينية مكو قبل المسلمات أيضا روح بن آدن كبقين ألم هو ين بمرض دونتا يحين تيد الرواية يوحنا وقبقين أتكيسوا الصبر ولكنكم قوم تستعجلون علي أصوبه كسر حديثك إن مدينة وحور حديثك باب كهل لسانة صلاة ظهور إيهو لهذا وكم بجربة وكه الله هيا في أوائل الدعوة وقبل الهجرة النبوية حلق المسلمين تمسل عنت العذاب بلال خباب يرقى يسوي بلا ديبها يوي ما بقى هالك الله مرتين أما رأي الجمهور وبعد الهجرة
استاذ هربنا خسيا روايه بنا عضيني ضد روايات كالاسكب الديسو وحاكو قفلا راوغي ورني ابو اساق السبيع بالي المصاد هرب ها ما هي كعبانيان ضد جنت دربله تكن هي قرحد ان قبوبن روايات عضيني يا جرى مركا معنا دم جمهور طيب بدين من حدك كسابسين احاديث على انصوم مري اي حديث كان محل جمعنيا ومساله صدح هذا لبعض جمعي باجرا قل لو حد هو منسوق حديث كان حديث كان خباب بن ارد الصادق روح له عتب النبي وتكن شريئه ومنسوخ محاجره احاديث عن ركواء متواتره يو خلاف سن هي والنبي انه قبل جنجري سلاده هذيك روح له هذا كل شيء هذا يسن كله انه دربت هريك تكن شري مركب ما دام اي صحابه كليل كعبتين يا قرح زائده حق انه ودعوا النبي يقول كقبن واي حديث كان وحو خلاف سن احاديث هو منسوخ محل منسوخ ماكتين خباب بن ارضي هوليس وقديم الاسلام حديث كان واهر وها اخر الامرين من رسول الله هوش ودن بيش صوبان وحوها وحي اهيد ان قرحت هذه ادو كروشا صلاه ديب لو دغا ادو كلينا هوري لغا تكدو اذا هلكاس انما كو ضبابعيين وانا خطا مر هدي الله جمع كر احاديثه وحان لين هي نسخ وجملها مر هدي الله جمع كر او لسو كيني كر وحا ويه جمع نسخ ماشي ميا الحديث هو محكم منسوخنا ما هو حلو اوليا هرت المدينه واط دغين تغي با تغي امنك واسيدي قرحه مركه كلشاي حتى الظهر كادي ديب انت او دغت عصر كاكتي ساد جيسو اني قبول قرح لا لا سوق ماي وطن بابرو نبي قول صلاه ديب او دغي جيري لكن وحي قصدن خباب يا صحابه قاركود ديب دغو نبي قول ديب دغيا ان لا سي بديو لو دويو عصر كقركي سلغي تاسو نبي قول قبن واي زياده في التاخير طلبوا الزياده في التأخير نبي الله هرد كتو كان يساي دبو يسيدك هدي دب دق الله سيو وضنا هدي عصر بلا تكن حليا إن قرحة المدينة قبل مما جرت حتى عصر كذا تكن قريب فأركتون عصر كذا دور كذا أدبو كلا فوقي هاي تدور كتو كتو أود مالها وقد دونتو أود ساحتو بيردو كارنا ما وليبا مركز هذا يا مثالك سوء هذه قرحة عركة شوكتو سقال ساعة لا هذا يا لا يا يا لا تكرية يا لا هذا مية لأنه اللي حسن لقاني بدورك تكرية يام شكو وقت توقيت كنا كلا دول بركو الجمهور توحي كو حنبارين نسخي انا قد داي او وحي عثمان صحابه وحوي وان لو حل ديرادو او نبي كو حل ديرادو ديب ودغ صلاه الظهر تيبو نبي ديدي اما مطلق التاخير وحون ديب ديغ نبي كو ولي كم ديدي لمن القى صلى الله مرين اما منسوخ دي اما جمع اسغا الامر لبدا راي با واجر راي غا مركا اون بدبادن حديثك ايا كو رون حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا بشر بن فضل بن لاحق الرقاشي عن غالب بن ابي غيلان القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال حول انس كنا نصلي مع رسول الله رسول كيله بين يعني لا تكن جري في شده الحر كويدرن دحدي حلك ويو درنيا فاذا لم يستطيع احدنا متك يهدو اودي وايو ان يمكن انه كهبصده وكبجي جبهته وجهي سمين الارض دولك بسط ثوبه مريس في السنجري فسجد عليه وكسجود جري كان بكسي دنا حديث كوري كنا نصلي مع رسول الله رسول قلائب أن لا تكنجر في شدة الحر كويلدر نحدي فإذا لم يستطع أحدنا متكان هدوء أودي وآيو أن يمكن إنه مكامية إنه كوبس يعني إنه سفي عن أودي قوي سفي عن أودي جبته وجهيس من الأرض لك حقي سو كم مكامية باسط ثوبه مريس في دين جري ودشك قبه فسجد عليه ويكون سجود جري ويسكي قد جري كليل كأي عاقبية يقول رحضا حديث كان الإمام البخاري بأن لو ذاك مسلم لوري حديث كأنس
طريق هذا وانا كوري مسلم وكوري طريق كان وكوري طريق الله بعد حقو أسقو وأني لقى حقوق بدن يا كتشرة والله إذا هذا خالد خالد من عبد الرحمن من أبي بكير السلمي عن غالب عن غالب لكن إن كان بشر المفضل الله إذا هذا أسقو إمام جبل حافظ حجة بالاتفاق ولذلك مسلم سوس كأقاب صدي بخاري لبعض طريق بوك كان لبعض طريق بس دبده وأسقو حجية بخاري طريقك كان وهذا أنا مرة إنه حكوري من طريق هشام بن عبد الملك هشام بن عبد الملك الطيالسي عن بشر من فضل بكورية طريق اللبان عن مسدد عن خالد بن عبد الرحمن ابن أبي بكير السلم بكورية كلاهما عن 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 غالب القطان عن غالب القطان طيب هوشا مركا بشر خالد ومتابعيه وحكام في عدون تعقيلي وركيسي كان في عدون ان شاء الله تعالى مركا مسلم حلو ذا بخاري حديثه متفق عليه حديثه انس بخاري وحو بابا يسلم ترجمه حديث كان لو قروا وسوع لي وكل السمي مرحو بابا يستي السجود على الثوب في شده الحر ان سجود ان لو سجود كرم مرض كو سجود يسكرته هدي كويل درن وجرو أد جبناي سوتشو كمر حاي مرة وحوب بابا يستي بسط الثوب في الصلاة للسجود إياه عمل كيرك إنه سادة برونين بخاري هوش سوى فقيه وركي سبنا قيال لأنه ما كان مرة دقان يسوى دقاق ميسي مرة دقان وثلاثان ودقاقي مركو حلقية ثلاث حركات متواليات في ركن واحد تبطل صلاة وركي نشافعيد نسعوها لما رأيت كسو وريجي ديك كالبيحي سنسين كو هاقاتي ماشي مقف رقرقاق بمقنقونية لكن او حاين دهنا متواليات ما ماشي قبحي مركا ديكتو لو دي حركوي كالبقوين تيك الهدنا هذا تاول ايدي وايين مينو قاوة ايدي سنصارين ما وايين المهم ساسو او بابا يستي حديثكم مركا اصوه مسلم اصوه حون اوكين صدي مركا قاركوت هذان شدة الحر وصوح رمانا يا هين صلاتنا اللي تبدين معناها انه كان سدد مدة والعلم عند الله لما مسألة مهمة فقه يا كجرا مركا انت لما مسألة قد بن نكل العقيلي في الضعفاء ابو جعفر العقيلي في الضعفاء حديث كان سيد الله هسام بوكاني من طريق خالد ابن عبد الرحمن ابن بكير السلم بوكاني مركز وحوري حديث أنس في هذا الباب في هذا أؤه إن مركا يقرحك الله تأمرها في سطة كسجوده حديث أنس في هذا فيه لين ضعف باكجرة حقوة نقول ياي إن رجب باري وركس حكم جراني حنوم رأينا يا بولي إنه أقاتي حديثك إنه لا تفردي خالد سنة كرق ورم حلو وجبال الحفظ والإتقان ما لقطها بتملها عقيل وركا لقد قيسن ماي لكن حنوم ملين بأنه قون صدي خالد بن عبد الرحمن ابن بكير السلمي طريقي سبسونا ككيني بول عقيل حديثك ننكاسي خالد أنا أسقع عقيل وحكي يخالف في حديثي يخالف في حديث والله خلافه ضعفك لما قبو غرائب اللي ما داي وحفاظ قرقط بخلافه وركاسو حول ابن رجب وقد تبين أنه تابعه بشر من فضل على جلالته وحفظه خالد يا متابعي بشر من فضل والرواية هذا الهيسانة بخارنا وينور إيوه مركب وركي حوك سوقات مرور أرنتي هلا يسكو قالوا إنك عالمك في عصر الرواية والاجتهاد كل بقى سوى حديث طريقه كهلهم بعلينية إلى أظهر سطو طريق إمام هبل كهالي حديثك أو كدر إما كان أضحى إساء مسواكوك هل إما دي كرتيد حديث أنس وحاع اللي عقيل إما دي كرتيد نرجع حقول طريقه كان هو طريق خالد وحكى له موسى الشيخين وحو قدرين وحنفل يا أسقى بيدي خالد فيه يخالف في حديثه لكن حكوه أصبح ذبوري إمام من أئمة الحفظ والإتقان إنه حديثك وريه وراعه خالد هذا خالد لم يخالف بل طبع وحان عضات مرهد إلا متابعي
أنه قد حفظ الحديث يخالف في حديث أبو جعلم هنا طوبع في حديثه إن أتفهمتم برم بلايني معناها مركب الكان اسكت قلنا رواية عند البخاري وحديث مركب حكوا جرته مركب كليل كدرين هاي سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر اتقاء الحر ماشى بصد ثوبه فسجد عليه رواية خالد وحكوت ميت سجدنا على ثيابنا ركنا نكون سجود جري اتقاء الحر مردد وقاتين حديث كونه جهي بيا كما دبعان لو مسلو مهمه كجرتان كاضل بسد كوبد وحوي ومساله خلافيه الخلاف العالي والسلف كسكم ما ضافين لو مسلو العلوسا مساله كوبد وحوي هدات سجود يسو ما شرط با لبد باب عود ان بنيسو دولك دغتو مس ايغو مري هذه مري كوغو دخجيره غياد هوينيد او كدوبن ياهي أما هذا دون طب برنس قبوا هلمد سكوتشوا مع الجامها لقشنا يا قبات سجودي كرتا لولا باب عود جامها إنه كلا دقو يجو فيدا مشرط با مثال الله بعدنا وحوي عمامة الضوب كذا أما جو المضح كود ضوب الطي أما بدأنا وين كذا قبطان يكون فيها يرك كذا قبطان أما تنوين المضح كود قبوا كله ملقو سجودي كرا مسوين لبنا يو وتشو فيدا إنه كلا دقو لا بد من سلاك كثير تحديدك. هذا فانتين برم ملايين. مسألة الكوبات تفسي أنت أن قرين فافين تدا أن 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 رؤوس المسائل إسلاق يحنا. رؤوس المسائل أن صوروا لنا. هدي أوليب كيرو. ومثلا نور باوجه كيا قاري فاشد باكو قدوبا. قعمها ديب كتيرا وحاكو قدوبا مرو. هدي علو يا ديب كيرتو. إن سيدا لغو توكن كروا بالاتفاق هذا واحد يبتشروا علات أي كو جيسي وشغينا الضبطه عبسين با الله كدقي وأفو كو دوبان ياي أما قعانتو أي كو دوبان تهاي إن مركا سيدا لغو توكن كروا ان صلاة اللي سوء علين ان واحد يبا ايسان لهين ومسالة محلو إجماعي خلاف كل سوق وخلاف غير معتبرة هل هو ذا وعبيدة سلمان اللي جاء ذو تابعها يوحور حتى هذا الضوء عطهاي دعمها وانا قال لك وجهك لما تدبوا لك رو ان رجع وحوري وهذا فيه حرج شديد والشريعة السمحاء تأباه انت زوك قلت لي وسار عرس وحوري روح وجهك على هيا سادنا وعلى قربا فاشد وقود ضوبا كاد يسمى يفيق ليقو هفلس ليه بحوله فيه حرج شديد شريعة النبي محمد فضودنا ويدي لي سورك وذات كاس خطوا الاجتهاد سكدي صدرت يدبن وذاتها قاركو اعتبارنا وركي سو اجماع ويسو كوريا هذول لعلة او لمرض او لجرح اوي هاي وجائز بالاتفاق بلا كراهه بيسو كوريا بحكو سهري شيء قاد كل سجود يسوي شيء قبنا يا أما قعمها قبنا يا هذو كاد قاية أقولك يا لو جوجل تايا نوا بلا خلاف إيه بنان تاي وحلاقها الله يو شيء وجهه كل جنوي أما قعمها كل جن أما متصل بك وكل دقائق يا حركات كصلاة الله سعوني شيء قاد وجهه ساري أما قعمها قاد ساري ee gacmaha iyo wajiga dhulka ka xigsanaya haduu yahay shay ka goono dhulka yaala sida roogano kala asna salaadii wax murana ma laha inay sax tahay oo sunna tahay bila khilaaf labada suur waa isla fanaan filahay maxay noo soo haray waxa la isku hayo shay muttasil adiga kugu dhagan oo dhulka oolin oo wajiga kaaga dhagan ama inta kaaga dhagan aan ku horeyna gacmaha u dhib yare wajiga soo u dhib badan yahay dagaalkiisu gacmuhu بخاري يغير كي وحي قبان إن أيضا إيسان دبل هاي بحي لمركو باب كايدين سو شيغا او قنتي السجود على الثوب في شدة الحر أما باب كي بسو الثوب في الصلاة في السجود للسجود وحوك كان أثر كحسن البصري حسن البصري أبو سعيد أثر كسيبه كان أو أولي حسن البصري كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجدون على العمامة والقلنسوة وأيديهم في ثيابهم
أصحاب رسول الله وحي كسو جدن عمد وضوبان بي كسو جود جرم ميسا فوري جرم كور كاسي عمد وضوبان لما فرج ولو سجود جرم قالان سوودي كوفيه قبان وي كسو جود جرم وحي سجود جرم ايغو غعمهود اي كدخ جيران قميصي اي دركاي قبان او دوبان يهين جو وين هذا الوطئ أي عنده دوبان تقول كلا دين إذن أصحاب الرسول الله بكسو جوري بخارنا واحد جيستي غير كينا ووصلية وحاكم ما كحديث كوصلية جماعة من ابن أبي شيبة يوكيع أبو نعيم برقاسة وصلية حديث كاس وصو أثر كاس جماعة من المالكية ومنهم أبو الحسن القصار المالك وحوري وهذا إجماع سكوتي يحتج به أصحاب رسول الله كان أبو المخالف أصحاب رسول الله دين ليلي وخلافين أمها إنه هل وداد وأصحاب ذا كمدا لقسوا قرية خلافة ابن عمر ابن عمرنا إنه مرنا بنين تري ودي جرى وإن قعد ركل الدقو يوتش جبا إنه ملحفظ وين أو كنت كذا وفرها قشن ترى حتى وسند يجرين بابعار ركل يجرين ومرة كنت بمن جرى ينوى على قوري لا والله الرواية إن كستوي كلا عن سنيه إذن رأي حسن البصر وش يغي ومذهب أكثر التابعين تابعين تبضن كود من أهل الكوفة والمدينة والحجاز وغيرهم والشام ومصر أساسي أبدايه هنا يسمر كاسي لبلا هاي سعيد بن جبير بيكسو غانتاي مسروق من الأجدع يمكن الأورنجري أسود من يزيد ابن قيس النخعي علقمة ابن قيس كبار التابعين أي كسوغانتها وأن رأي جمهور التابعين حسن البصري بسند صحيح أتري أصحاب رسول الله وقعمه إيوه عمامة دباء وإسرائيل كانوا يسجدون على العمامة والقلنسوة وأيديهم في ثيابهم بس هذا مركا قعمه إيوه وإسكال بيرتاي وحادب بدون أدل قدق اللهم مدهان وشي قدوبان عاد خود دوبنت های اما کوفیات کو قبطو ایاد لغو دگالما صادر توار دغلیه بری ایشیا کس وچیه ده هندی ده ایو باکستانیان تی ایو افغانیان تی ملزیان کی ایو بنگلادش کی ایو فیلان محاکوی فیلیپین یا تایلان کو زمان داره کل گود کوفیات قبطان ما که استمینه یه حال کنه فنتح و غیره الان سازی وی انتی او گویان سید افتی مزفيدي تضبطي أو كلمتي أشران أما سديد عربي أشران يبني فانتح بأي لين وحير ربان إنه يكون سجودان إنه يكون سجودان بأي ربان هذا بس كقول دبين هذا علة توان صور مري شيء قالوا سجود هدول كهجو أي نوان صور مري أنا صلى الله وانا مركز مذاهب تأفرت أيد أكثر المذاهب الأربعة وحير ربان إنه يبنان تود بلاي أكثر المذاهب الحنفية الحنابلة المالكية وحي قبان إن أضو مضح كود دوبين هاي عماد كود صحن تهاي واللبس كود صحن يا أتكو سجود يسو أو وجه يروك اللي قاعد سرد هاي هذي علة ترتنا بلا خلاف ولا كراهة هذي بلا علة هاي نوي بنان تهاي مع الكراهة يوجب بدن جمهورته حنفية يا مالكية حنابلو حيليه ويبنانتا إلا كوا لقى في عيا هذا عماد كود دوبنتا ووجهه قرصوية هاي ومرك وقول لك أنا عماد عناه كود ما أتكو قريسي وأتكو تكن كرتا وجهه إلا فإذا شرط ماها صلاة نكبر ميس لون سوء علم لكن مع الكراهة مع الكراهة مذاهب أي شيئين محاكوه ريمت كان أصحاب رسول الله أنا كشافعي لا مش أقول لي أو أذك شافعي وركض وقتي يوم الشافعي صو حقبة إن علة ترتم وياه وش إن في دوال لازم هذا أضو وش يا قيب كم يروك وسن تابنين ومع الإنضاح كود دبيين أذكو سجود بطل صلاتك ماذا بالشافعي واسد أسل كيسو لكن مكة كوفية ده اللقب أنت بدن وجهك قريب كم هذا؟ رولك أبو تابانية تا إمامك كما الله بعض محل السجود سجود ده محل كذا قريب كم هذا أو جبهة ده إنه رولك تابتون بإمامك شرطنية
اما انه لا يكون في دكتور اما فنطح اسامه زيدي هنددي وحكاها الله يا هداد وجه ودن قريص او دولك دولك بوحتابت او سنجرين وجه دوال مويين مركان بوكاليا وحشدنا يا ان بعض محل سجود او فيدن يا هي او مركان دولك لا دغو ايو شرطيا حديث كان امرك امامك حجه كن نقضه هذه مشكله كن نقضه حديث كان شافعي واولين حيلين حديث كان انس نقدغيس او تاويل كسمعويا صحابه امرك يليهين مريها نغان كدل سجود جري وحي كودان مرا كغونو منفصل دوك اي دكتي قال انا تبلغ اسمار قاي وطني عماد قوني وطني من مرحبا دوبان ايو alaab dar badan bay saxaabadu wateen oo maray dhulka dhigeen bay ka hadlayaan thoobka munfasilka ana muramba ma lahay kaas saxaabadu ka hadlayay hanabila nagu qosla waxay yiraahdeen shaafici gormad xool dharka u qaybisan saxaabada saxaabada ashaabu rasuulillah aktharuhum maysan heli jirin laba barood ay ku tukadaan oo midna hoos ku xidhaan midna ay ku qaar ku qarsadaan مركم مواقع إن هذا المريحة كب حزين لشيء جري ما مالك بالله بقول عوض لها لشيء جري بض يدور كنتين نرجع بحلو وأنا ما لسه عن واقع أصحاب رسول الله ونقص عبارة مرض نقول لي أصحاب رسول الله حلو أو كثير منهم لا يجدون ثوبين يصلون بهم الصلاة وأنا حقيقة أيضا لما بدي أذكره كان صوم مرة من ملاو مراد هلي كرت النبي قوي الدينية مركب مرايز حوض وسط كحدان يمد غاد كقر صدان يمد يصلي كدك تان أصحاب الرسول مي هلا علماء الله دي كم يدوي دي دي بفيريو ورك ورب حلو وهذا تأويل بعيد وقد أصابه المرجع ما قر له يمس ما قر له تأويل بعيد جدا هو الذكور نمر بصار نوقع وصلوا مركي المسعى والخفي شافعي الوارد سرور أقبليهين وينهم ملكة العصين وينهم محاول فرد قرن أيه وأن يكون مما يمكن تتابع المشي عليه ألاب خوف كان نوع عن النبي محمد صحابة ما يسنى النبي إلى حنابله خوف كان خطر إن ملكة الدولين قرن هيا رب هلك ورقبان هيا بيها قاضي كار النبي محمد صحابة ولقد ما يسار أقبل هذه كبل آم بيبقى هاي حق خوف كان نوع عزكيه هاي كبر كيني يا وش أنا ديك هذا الشيء يترف كان يا أصحابه يا بركة كقط منين والحق يقال هو شاو إمام الشافعي تويل سوى تويل بعيد جدا تويل كشافعي إذا تويل صح معها أصحاب رسول الله هنا مراي قارك سارتان يمد كنت ذان يمد روك دكتور ميزان هلك جدي بدن قط والنادر لا حكم له جمهور الصحابة الله قال الله يا بركة حديثكو لبدن ما سلام حج كوي هاي إن مرأك كل حي دو عمامدة أما قوة إنه قيمنا هذا هو أنت هاي قيمنا طول كهذا جانا يسود درف كيس ألف تنا يسو دب ملاها هذاي باهي ترتي حنون بلا خلاف هذاي سن باهي جرينا ويبنان تهاي على رأي جمهور الصحابة والتابعين بلا كراهة ويبنان تهاي على رأي جمهور الفقهاء مع الكراهة شافعي وركي سنة وايدين شاقي عبيد السلمان وفلاقان فلاقان نقدن وايدين شيء اولى وركيسو الشريعه السمحات تاباه ورك انت سنك قتغا الى قوم ان شاء الله تعالى باب استحباب التكبير بالعصر وحباب هي التبكير عفوا باب استحباب التبكير بالعصر عصر كان لا ددجيو او لو جرما تبكير و تهجير كوكلوي إنه مر هرين هران لقد تكود عسرك حدثنا قتيبة بن سعيد مكرب مكي إمامك رأيي حنفية ذا أيو ربا ماشن وكباب إيوه جمهور أهل العلم وحيقبا من الصحابة والتابعين والمذاهب الأربعة جمهور تضو وحيقبا عسرك وقتك سأهري وقرب مركو الظهر كبحوه او شيء والبهوسكيس او لاك هذا وحيرنا او قدر الظهر يعصر كقلا شيء والبهوسكيس او لاك هذا حلقه وحكم بحي
ظهر باكو بحي وحان بلابانو يه عصر أول وقت العصر وحاوي الشيء والبهوز كيسو إنو لأك هذا مركا لغرهبو ذل الاستواء لغرهبو وحيارنا مركا وفاصل ودحياء سكين إدقيقنا الله كدقو وحلو قدرو تاكنا الله كدقو هلفرنا الله كدقوحون هوسكو أقدر مضو هذا أول وقت العصر عند جمهور أهل العلم نصوص تطنبانة تسيس حنفية وحي قبال عصر وقت يسو حاقوه الرئية شيء والبه يسكيسو إنو الله بقر كل براب هذا دقو عتاق الله متر أها وإنو أفر متر نقل هوسك هذا قروا هذا شن متر أها وإنو نقل هوسكيسو طوان متر لبراب أن يكون ذل كل شيء مثليه بمرتن واحد مثله مثليه هي مثله وأوضح هي لبراب مرك وركاس لباب إنيا لبا شبار ميا ربطان لبراب قد قال لي لبا شبار يا لبا شبار يا لبا شبار واسكم يدوني أنا رابط كده كانوا رابط عن كده جاي وحبا وقر يا قر ومي على دملا تيب حديثك بابين إياه حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد حا قال مصحح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا ليث بن سعد عن ابن شهاب الزهري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه أخبره أنس باور من ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي كان إنه يصلي كيت كذا العصر صلاة عصر بوتكن جري والشمس مرتفعة قرحة أيضاً دير تهي حية أي نوش قرحة دير أو نول أو كويل كيدي يمذب كيدي يدنول بحوغن أي نبي بوتكن جري انت لقوما دينين با فيذهب الذاهب نين نبي قلتو كذيبا تجي جري إلى العوالي حافظه كركري جمع عالية وهي حق النجد جرانا وحافظها فكوكا مدينة عالية لون جري وحق اتهامية الضيحذي حق بدت جرانا وحال السافلة لون جري طيب فيذهب الذاهب من نبي قلت كذيبا تقي جري إلى العوالب هذه حافظة أسرة الرأي أفق مدينة مدينة ما أين مقالة اسكو حرحران وحيان مقالة لو ددقيا لكن قويس قويس با لو ددقنا حافظ 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 محليل حافظ قونو قوان ربنا عوف ربني سالم ربني النجار ربني الزهرة بنام بعود حياة دروا وقوعنا هبين كيو كله أما عدوا دكوا يستوي كود الكرم هذا القاب كوك الله قام بها يعني سيدا هرتولت كود دكانو كله أما قليها بيرلي ذا ما قالها هبيسون وجذلب حيو شمقة وقرب قرب لو صار دين عماها وش سووا هذا فيأتي العوالي وتجها يا روح النبي قال له تكذيب حافظ أفقا تجها يا والشمس مرتفعة قرحة دير ولي ولم يذكر قتيبته قتيبة مسعد موسى الشيقين فيأتي العوالية موسى الشيقين وحاشا فيأتي العوالية انت ضم بقدري محمد من روح ماوريا ومن شيوخ مسلم عوالي المدينة حافظها فكون مسعد كيسية برتمه ما قال هذا كفك في عوالي هذا مد أغصه كيسة لبما إلى صدح ميل بمدينة أجرتك كو وقفوا قال الشيخانا طبان مايل بيهاي طبان كم مايل وحين نقونا يانا شان إيه طبان كيلومتر شان إيه طبان كيلومتر هدو نبي قال لتو كدو وعوائل المدينة ماشي وقفوا 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 تقا يا شان إيه طبان كيلومتر بو قوين يا لوكو قوين يا بركة ترتيب للسعودين للحاتاني نينا لابدي الساعة طبان كيلومتر بقى لقويا نن أرد هيو لأن يرى وكبه يسكب جوني وفضله عنه كبه الله أيه وذي اللوض هيا يهور دقاق يلا أنا كبه الله أيه سعد كعادي الله شاكسين الله حاصاو أيه إن كبه اللي يسكب جوني نن الله بده سو حال لقيا طبعا كيلومتر وان كل وين حبور يا وردير بناوشاس أدعو كور قلي إلى وردير يبرميل كنوال لغي
يا إلى قربو إلى جذي كرك هذا صدق بيقول لبتنها بين أن تبلغيني لبلاها أن تبلغين حور رعنا يا حسابك لو كنت ما كبقية نيك قالوا لحد ثانية الله بدي ساعه شيء تمكن شيء تمكن تربو جوية شيء تمكن تربو جوية الله بدي ساعه إذن عوالده ماشي أفقوا 8 كيلومتر ماشي حوا عفو وشيء 8 ميل ماشي دحنا وحال شيء إنه يتهي 8 ميل إلى 6 ميل 8 ميل وحنقون يان 8 كيلومتر 6 ميل وحنقون يان 9 كيلومتر قيبها حقا هو 4 ميل 4 ميل وامزة لحبة يسكون بدلياً هل كم ميل وهل كيلومتر يا برد صادو فهانتا هل كم ميل وهل كيلومتر يا برد أفرطا ميل مركب حقود ريسا لبا كيلومتر لبا قود ريسا مركب اللي حكومتر بين نقونيسا أفرطا ميل صدح الميل لما حين نقونيسا أفر يا برد إددي أفر يا برد لابدون محين نقونيا صدح ميل بين نقونيا قيبت أغسو سكي سوى اللبن ميل إلى صدح ميل قيبت عوالده أغفو نواة 8 ميل بمعنى صدح كيلومتر يا برد إلى شن يتبن كيلومتر بيحافظه عوالده يغنى الداتنا هذا نكسو قادم مركب دحاد دحاد ونميشو فوق إنو سديد ميل معين نقطي لبي 8 كيلومتر لأنه سديد أفر قدر إيسا سديد ميلوه من نص محاكا صبحي أفر كيلومتر باكا صباحي سيديد دا أفر يقدر لبيت صومها حنا ده اللي تاجي زي مركوا إياي إذا النبي قال لتو كتاي سل عليه الصلاة والسلام ترتيب الله ويسي لبي طبعا كيلومتر لبس ساعة يو حصير صعوتي دقيقة ضو أمر روي وحتى تقرح له الدير معنوه مركوا محي نبي وحكتو كنجر صلاة عصر أول الوقت أول الوقت مرك حنفي ومك الله أن يسير كل شيء ذل كل شيء مثليه النبي ومرك صلاة قالوا مغرب قبل الشجابة شيء والبهوس كيس مرك الله برهاب نقضه الله بتشبار نقضه هذه صلاة الله قالوا كده من عوالي لا هذا عوالي ولا قاعد ما قرحة عيسى عيش شيء نقوم به مرك مسلم يشوف ربعين وكل سنصار يعني فينا دمانتين بن ملاين هي أنا سكعتبه وأنا سيدا هدي وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب بن عبد الله أخبرنا عمرو بن حارث المصري عن ابن شهاب الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وحوره مرك عمرو بن حارث إنه متابعيه ليث صومها عمرو بن حارث عن الليث عفوا عمرو بن حارث عن الزهري الليث عن الزهري بعد صومرتين عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر عصر كنت كنجر صوبانه فذكر وحوش عمرو عاص عمرو بن حارث عفوا بمثله بمثل حديث الليث سواء بسواء لفظا ومعنى معني اللفظ يسكم به وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب الزهري عن أنس لدنا مالك بوح متابعين وذاته كهر عمرو إيه هي الليث بن السعاد عن أنس بن مالك قال كنا نصلي العصر عصر كانوا تكنجر النبي قال له تكنجر ري ثم يذهب الذاهب مت كان تجي تشري النبي قال له تك الى قباء قباء هذه جرو قباء صدح ميل بأجرتي أجرتا اما لو ميل بأجرتا مسجد كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم فياتيهم ريقب النبي نك النبي قال له تك تجي تشري والشمس مرتفعه وروح دير مركز دي مركز قبوة أدنى العوالي قبوة أدنى العوالي وارد هذا مسجد النبي محمد إيه قبوة حقود حياء إن نبرة مركز قاربة أبها نيسا سمع ذا رقم إنت يسو جراء رقين نتاقي وادا ليسا هذا ليس ميلو قبيس اسكوكو ينفتو خيسو عمر ونوه ونهارك كتشوكات تقيس هذا إيكالا قارية تكسي بثراتنيس
فياتيهم واوتج جنك النبي قال لتكدي والشمس مرتفعه قرخ دهر سيده اه هذو النبي قد ديب ودغى عصرك او مركو هوس كل براب نقض او توغن بلا بجري وحالتي الى قوب قرخ ده بالك دغتي تن ضبا قدرا. وحدث يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن اسحاق ابن عبد الله بن ابي طلحه الانصاري عن انس ابن مالك عبد الله يحاول لا صومها انس عبد الله يا انس وولاله اسحاق مركو حلو يهي ادير انس بن مالك با ادير واه لانه ولد عبد الله بن ابي طلحه ام سليم بعد شيء ابو طلحه الانصاري ولد سوي اسحاق مركا اديركي انس باضح كورنيه اديركي هويه وياهد اسكو هوي اسكو ابا ما قال وحور انس بن مالك كنا نصلي العصر عصر كان صوبانها لا تكن جري ثم يخرج الانسان مد باب بحجري الى بني عم عوف ال جري بني عم عوفنا وحافظ قباء كتا لنمن كدا قناوي الى قباء الى عمرو بن عوف واسكم مد ضربت سوكي ايو قبوكويا لا حافظ كب الله بتقبان او حاج لها ودقنا لوي قاني نمنكي هي بني عبد عوف ونمك ان صومر انتي مرس كل عيون نبي وبحي ويسوي شي سيسد ولا دردار مي بلال ويقول هذا كسو قال وايو عصر كا دور بنبي وبحي عصر كذا كسو قال وايو فرضت كيبل انه تجي صلاتنا يا ليل سوي ويفقت هاي فيجدهم حهرج الروح النبي قال لك حافظ ريب بني عم نعوف يقوب كتا ليت اذي يصلون العصر عصر كي وتكنيا حلقا عصر تكنيا الله وحي النبي محمد حلقا هروب تكذي ايون حلقا دبي تكنيا قرحها وديراتهم حاجره الله وحي ليهن ريب بني عم نعوف ادلين اوكيان يا وقاع تاريخيه وحي ان بيرلي بها هاي ما انتو دم بير ورابين اي هول اسكو هابين مركي صوت داتان يسور رقم دان عصر كو دحدح هذا اول وقتنا لدافي اخر كنا ان لقارين با ايمان شرير مهاجرين انصار تكان لحاو يمساد كا ينبي كاك دوائين نبونا مركي صادة لقارين واتو كان شرير نمان كان نوحي عن رير هولات رير هولات بير ورابين بير وحكار ابدان مجرود وقتي وامتحان بيه هذه إلى لين تهذي يسقى جين تهذي أدب ورد بدن تاعي مرك أهل عمل ومشقة أهل وشدة صدر تيت كانوا يصلون الوقت الأوسط من العصر نبي قلنا الأول يكتو كنشري معناه سيكون جمعية ومعناه صحة والله سبحانه وتعالى أعلم.